بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، نظمت جمعية المحرق الخيرية ندوة بعنوان المخدرات وآفة العصر بفندق ذي آرت بحضور سعادة العميد جاسم الغتم نائب محافظ محافظة المحرق. تشرف إدارة مكافحة المخدرات في تأصيل مبادئ الشراكة المجتمعية مع الجهات المجتمعية في إقامة المحاضرات والندوات والمشاركة في أي مبادرة تقيمها هذه الجهات المجتمعية. بينت ندوته أسباب انتشار آفة المخدرات بشكل أساسي وتحليل الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها على المستويين الفردي والاجتماعي من خلال العمل على معالجة مشكلات الإدمان والحد من انتشارها وحماية المجتمع من أخطارها. الأهداف أو الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هي تثقيف الناس بآفة وخطر المخدرات على المجتمع، وهذه يعني من أوجب الواجبات علينا أن احنا نقف بصف واحد مع وزارة الداخلية في التصدي لهذه الآفة. فطرة أهل البحرين يعني فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله الأمور طيبة ولا يوجد يعني بشكل خطير يعني يؤشر إلى يعني مثلا الخطورة المعروفة، لا، ولكن واجب علينا أن احنا نتصدى لها الآفة هذه، لأنها إذا انتشرت يعني سوف تفعل ما تفعل في المجتمع. فلذلك كجمعيات أهلية وخيرية وجب علينا جميعا يعني نتصدى صف واحد للتصدي لهذه الآفة. قدم الندوة الأستاذ عصام ناصر، وتحدث كل من المقدم محمد خالد البعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات، وسيد قيس الدوسري مدير تلفزيون البحرين، والمستشار دكتور خالد سعود الحليبي، والدكتور محمد يوسف عبد الرحمن رئيس وحدة المؤيد، والدكتور أحمد عجيب من جمعية التعافي. أطلقت المحافظة الشمالية برنامجها الصيفي لهذا العام تحت شعار وطن وملكنا يجمعنا، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، حيث يستهدف البرنامج طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من الجنسين، ويقام في مدرسة كرانة الابتدائية للبنات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية خلال افتتاح البرنامج بحضور سعادة العميد عبد الله معنطر نائب المحافظ، والأستاذة صفاء الدوسري مديرة مدرسة كرانة الابتدائية للبنات. أكد أن برنامج النشاط الصيفي يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء لديهم من خلال تعريفهم على أبرز المعالم والإنجازات التي تزخر بها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف العصفور أن البرنامج سوف يكون اعتبارا من 23 من شهر يونيو ولغاية 4 من شهر يوليو لعام 2024، وسيشمل أنشطة متنوعة تدمج بين التوعية والترفيه. أقيمت بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان ثراء التجربة، الشاعر علي الشرقاوي استعرضت التجربة الأدبية لهذه القامة الشعرية المميزة في مملكة البحرين التي أثرت على الأدباء والشعراء والصحفيين والكتاب. فعلي الشرقاوي حاضر ومحفز في كل المجالات، بقلمه السيال غزير الكتابة حول أعماله لأناشيد وأعمال أدبية وفنية. وقد وصفه الكاتب الأستاذ راشد الجودر خلال الندوة بأنه ثروة ومكسب لأي إنسان بعبقرية وإبداع يتعجب منهما، كيف لا وهو قريب من الكل بمفرداته السهلة ومؤثر في الكل بشكل بالغ بمعانيه العميقة، وهذا ما جعل أعماله تترجم للغات كثيرة كي تنال بقية الشعوب نصيبها من هذا الإبداع. وقد تحدث في الندوة الأساتذة أحمد المقلة ويعقوب يوسف ومصطفى رشيد، وأدار الحوار الكاتب أسامة الماجد. وفي ختام الندوة أفاض أدباء البحرين ثناء على هذا العالم البارز
وحكوا قصصا لا تنسى معه، واصفينه بأنه إنسان كل كلامه وتعامله شعر. علي الشرقاوي هو ريحة البحرين. لما نقول علي الشرقاوي أبونا اللي لمنا تعلمنا منه الفن، في بيته كان هو المطبخ اللي احنا نطلع بالأفكار. كل الأعمال التلفزيونية اللي شفتوها طبخناها في بيته وقدمناها للمشاهدين. علي الشرقاوي يعني أعتقد قلمه بيكون يعني حنين له دائما، لأن من غيره مثل الفريج، علي الشرقاوي مثل الفريج لحن له اللي ضعنت عنه، هاي علي الشرقاوي. فهو يعطينا الذكريات ويعطينا الأعمال، فإحنا ممتنين له بكل شيء، وإحنا ما وصلنا بهالمكانة لولاه. كلمات هذه اللي كان يكتبها في أعمالنا الدرامية هي الباقية، ممكن الحوارات تروح ولكن الأغاني تبقى. والله هذه الندوة تعني الكثير الصراحة، تعني الكثير مع القامات الموجودة، أستاذ أحمد يعقوب المغلف، أستاذ يعقوب يوسف، أستاذ مصطفى رشيد، أكيد نعصروه ما وبتجاربهم التلفزيونية والأعمال. أنا أكيد نبستفيد منها كونهم هم اشتغلوا ويا كثير، يمكن أنا اشتغلت ويا شيء قليل بس أنا صديق العمر ويا، فعلي الشرقاوي يعني إن إحنا شيء كبير في حياتنا اليومية. إذا يوم واحد أنا ما أشوف علي الشرقاوي كأنه ما ابتدأ عندي يوم. أنت شرف اليوم في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بإقامة فعالية مميزة، وهي إن شاء الله راح تكون ندوة راح نتناول فيها إنجازات وتاريخ شاعرنا الوطني العملاق الأستاذ علي الشرقاوي. كنا طبعا نتمنى أن يكون موجود معنا اليوم بس للأسف صحته ما سمحت بذلك، وطبعا احنا في خلال ساعة ما نقدر نغطي هذه الإنجازات ولا نقدر نتكلم عن عمق التجربة الجميلة حق شاعرنا الجميل، لكن على الأقل قلنا نقدم شيء يعني شيء يليق إن شاء الله بشاعرنا اللي نتمنى لك الصحة والعافية، وإن شاء الله راح يكونوا معنا زملائه واللي مروا بتجربته، سعد أحمد المقلس، سعد مصطفى رشيد والآخرين، فإن شاء الله يا رب تكون تجربة جميلة وتعجب الجمهور. ندوة تتناول تجربة الشاعر علي الشرقاوي الثرية هي بمثابة احتفاء وامتنان من الأدباء لهذا الشاعر الكبير الذي أثر الشعر البحريني والأدب العالمي.